القانون اللي درسناه وبنطبقه ما يقدرش على الناس دول يا عمر. دول عايزين قانون خاص بيهم، مش اللي بنحلم بيه وما نقدرش نحققه ابدا. احنا عندنا ضابط اتقتل ومراته فجروها بعربيتها. ممكن اسال العمليات دي بنفس حساب مين يا فندم؟ اداره لا ارى لا اسمع لا اتكلم، مكتب تطهير مصر. الوزاره عندنا عامله اداره سريه لتصفيه الناس الفاسده في البلد. مش هو ده القانون بتاعنا يا سياده اللواء؟ لما الحكايه ماشيه حلوه قوي كده وكلنا بنحارب الفساد، ليه وصلنا للي وصلنا ده؟ ده النظام عندنا هنا في مصر. ولا بنسى وطول الوقت انا شايفك من مبروك. اقول لكم امبارح شوفوني ايه حكايه البني ادم ده، تقولي لي النهارده انه خطفها حيوان سافر. تفتكر صعب عندنا المسؤول الكبير الفاسد يتقدم للمحاكمه وهو في منصبه بكل جبروته؟ تعرفي سعر كيلو الزيت بكام؟ سعر البنزين بكام؟ مرتباتنا كام؟ قبل ما تتكلم هقتلك هقتلك. قتل قتل او حرامي، عملت فلوسك وثروتك على حساب الناس الغلابه وبقيت فوق، واحنا اللي بنشقى وبنتعب ليل ونهار زي ما احنا محلك سري. انتوا مين؟ احنا الحكومه يا باشا.